عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. يرث الرئيس السادات تركة ثقيلة، رحل جمال عبد الناصر وعلى خليفته أن يثبت نفسه شخصاً قبل أن يثبتها رئيساً. الجميع يتعجل مقارنة الرجلين ببعض. الشعب المصري يتوق للمعركة والنصر، والمزاج العام وخصوم الداخل والموغورة صدورهم من الرئيس الجديد يتفقون على التقليل من شأنه والنيل من صورته. وفي ظروف ضاغطة كهذه يأخذ السادات قراره بالحرب ولا يخبر أحد، فهو رجل العمل السري الأول، وببراعته يستغل دعاوى خصومه لتكريس أنه متردد وعاجز ومشتت. إذا كان ثمن هذا أن تقتنع إسرائيل نفسها بمثل ما يقتنع به كثيرون في الداخل المصري، يدرك السادات أن الخداع طريقه الوحيد للترتيب لمعركة كبرى، ومن ثم يمضي في خطاه غير عابئ، بل ويوظف العثرات والخصوم والغضب، كل هذا لصالح هدفه الأكبر. خطة الخداع الاستراتيجي عن قرب. ما معنى خطة خداع استراتيجي إذا أردت أن تقوم بحرب؟ تعني خداع العدو عن وقت ومكان وأسلوب وبدء المعركة بما يضمن المبادئة والمفاجأة، لأن ده هيشكل جزء رئيسي مما سيحدث في المرحلة التالية، بدليل أن نظرية الأمن الإسرائيلي تعتمد على المبادئة المفاجأة، ضمان تحقيق النتائج، نقل المعركة خارج الأرض، الحليف القوي. أنت تحديتها وأردت أن تهدمها، وده فلسفة خطة الخداع الاستراتيجي. الخداع الاستراتيجي يعني إيه؟ يعني أنك تقنعهم بأنك لا تمارس خداعا استراتيجيا. عارف الخداع هو إيه اللي عمله الرئيس سادات؟ أنه بدا على وجهي عكس ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. الرئيس سادات رسم صورة ذهنية لنفسه هي تبدو تماماً عكس حقيقته اللي تبدت بعد 73. قد يضحي رئيس الجمهورية بصورته الذهنية وبالانطباعات السلبية عنه في سبيل خطة أسمى؟ طيب بدون شك، ما السادات هو المثال الرئيسي. سيادة اللواء، حضرتك أشرت في مؤلفاتك أنك سئلت خارج مصر عن خطة الخداع الاستراتيجي أكثر من مرة، من سأل عنها؟ الأمريكان في المرتين، سنة 81 مرة وسنة 84 مرات متكررة بحكم مدى العمل المتصل لفترة متصلة طويلة في التدريبات المشتركة. يضع السادات خطة للخداع الاستراتيجي، غرضها إخفاء كل نية للحرب، كل تحرك عسكري، كل ترتيب لوجستي، كل تنسيق سياسي. مفاد الخطة أن تقتنع جولدا مائير أن السادات لن يحارب، وأن يظل موشي ديان في سكرة النصر لا يفيق منها أبداً منذ العام 67 محتجزاً في هذه اللحظة، وأن ينتحل رئيس الأركان الإسرائيلي دافيد بن إليعازر موقف رئيس الأركان المصري سعد الدين الشاذلي فيجده على الدوام في حيرة من أمره، وأن يحلل إيلي زعيرة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الاستعداد للمعركة فيجد رئيس هيئة العمليات المصري عبد الغني الجمسي مأزوماً ولا يتجهز لشيء، وأن يرسم تسيف زمير رئيس الموساد صورة عامة عن القاهرة فيجدها مترنحة ولا تنتوي الحرب مهما ناوشت أو أوحد بغير هذا. بينما وفي حقيقة الأمر يقود المشير أحمد إسماعيل جيشه لتدريبات ضاغطة ومكثفة،
ويهندس الفريق الشاذلي جيشا منظما دقيقا متطورا، ويجهز الجماسي مسرح العمليات للحرب. كل هؤلاء يخدعون إسرائيل، ومن أمامهم السادات يقود الأوركسترا الخداعي السيمفوني ببراعة. خداع عن نية الحرب، وخداع عن التجهيزات الجارية على قدم وساق للحرب. عشان مصر تخدع إسرائيل، لابد أن تكون فاهمة إسرائيل بتبحث على إيه في مصر، مطلعة لأي مدى، وبتحلل المشهد المصري استناداً لأي مصادر. كيف فهمت مصر وكونت صورة عامة وانطباع إجمالي أو انطباع دقيق بالأحرى عن الطريقة التي تحلل بها إسرائيل الشأن المصري في هذه المرحلة؟ تصميم هذه الرسالة تم من خلال الاعتماد على فهم عميق للذهنية الإسرائيلية وطريقة التفكير في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وفهم عميق للغة العبرية وأدواتها في توصيل الرسالة وأدواتها في التحليل، وفهم أعمق لكيفية استخدام الإعلام المصري والرسائل السياسية الموجهة وكيفية استقبالها وتحليلها على منضدة التحليل في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. هل توفر لدينا نماذج قاطعة وجازمة بأن إسرائيل تقرأ الصحف المصرية صباحاً وتستشرف منها نوايا صنع القرار المصري؟ جهاز المخابرات الإسرائيلي بشقيه الموساد وأمان اللي هي المخابرات الحربية كانت وما تزال لديها ديسك للشؤون المصرية. هذا الديسك يعتمد في مصادر المعلومات على مصادر معلومات علنية مكشوفة مثل الصحف وما يدور في المجتمع وقراءة أحداث المجتمع والأخبار وما إلى ذلك، إلى جانب تحليل الصور الجوية من الجبهة، الصور التي ترسلها الأقمار الصناعية، إلى جانب المصادر المعلومات الناتجة عن جمع المعلومات من الجواسيس العنصر البشري. كل هذه المعلومات يتم تحليلها بدقة ويتم ربطها بعضها ببعض للوصول إلى تقدير موقف حقيقي. يأتمن السادات على خطته قادة جيشه وكبار معاونيه وعبد القادر حاتم وزير الإعلام ورئيس الوزراء بالنيابة بدءا من العام 73، بل ومن واقع مذكرات جميع الأطراف سندرك أن السادات جزأ المشهد الكامل وأعطى كل طرف ما يخصه من التجهيز للمعركة. كانت مهمة الإعلام تكريس أن مصر في حالة استرخاء وأنها تبحث سبيلها للعيش الهادئ، تلتهي بأخبار الفنانين والمطربين، تتابع كرة القدم بدلا من متابعتها الجبهة وأخبارها، وتنشغل بكل شيء عدا الحرب. وفي نفس الوقت لابد أن يفسح الإعلام المجال أمام حديث عن الحرب والمعركة محسوب بجرعة دقيقة، كي لا يبدو الصمت والتجاهل مدعاة للشك والريبة. هكذا سيدور تسيفي زمير رئيس الموساد حول نفسه، يحس بشيء ما لا يراه، لكن كل شيء في موضعه المعتاد، فأين هو الخطأ يا ترى؟ وهنا كان التحدي لعبقرية السادات رئيسا، فكيف سيفعلها بحنكة الرجل الذي عركته الظروف وأكل عليه الدهر وشرب؟ لما الواحد بيستعرض أرشيف هذه المرحلة، ما نشر في الصحف، ما كان يذاع في الإذاعة المصرية، ويحاول تحليله بأثر رجعي، لا يبدو أن هناك نية حرب على الإطلاق أو أن هناك تجهيزاً لأي شيء. كيف صنع الخداع بهذه البراعة؟ أنت جعلت الميديا المصرية تنفذ عمل تكتيكي مش استراتيجي، يعني تعليق الإذاعة على الأنباء، مصر لن تترك حقها، مصر ستظل حتى آخر نفس تناضل لكي تحرر أرضها. ألا تتصور أن ده المتوقع من تعليق الإذاعة المصرية على الأنباء في تلك الفترة؟ بدأ وكأنك تخدر الرأي العام الداخلي. طبعا طبعا استعداد للحرب وتحرير الأرض بدون شك، هذا سيحدث إلى آخره إلى آخره. وما تيجي سيرة إسرائيل تقول العدو المغتصب الصهاينة مش عارف إيه، لأنك لو لم تفعل ذلك لبدأ أنك تخفي شيئا. المذيع نفسه أصبح حلقة من حلقات الخداع تماما بأثر رجعي. لما بتسترجعي شهور أو ربما العامين السابقين على الحرب،
بتبص لها ازاي دلوقتي وانت كنت جزء من خطه الخداع بالفعل؟ كنا بناخد جروبات من الفنانين والكوميديانات اللي بيقولوا النكت ويعني بيروحوا يرفعوا عنهم وحاجات كده. يعني الرئيس السادات يضمر نيه الحرب وفي نفس الوقت في نشاط ترفيهي على الجبهه طبعا، من اول الاغاني للحفلات وصورا لذروه يوم 6 اكتوبر لعب الكره طبعا، وكل ده في اطار رسم صوره ان هناك حاله تراخي ولا توجد نيه للحرب داخل المجتمع المصري. بالظبط كده. اللي عملته مصر في حرب اكتوبر اعتقد انه كان لاول مره في تاريخ الكوره ان تستغل هذه اللعبه في خداع استراتيجي يمهد لحرب مفاجاه او صراع عسكري. القصه بدات بماتش الاسماعيلي وانجلبير 1970 او 69 70 دي المصريين راحوا الاستاد القاهرة اللي اتملى بالناس والاسماعيلي خد البطولة كأول نادي مصري يفوز ببطولة أندية أفريقيا والفرحة العارمة اللي عاشتها مصر، ودي تقريبا كانت أول فرحة جماعية لمصر بعد هزيمة 67 على أي مجال. إسرائيل توقفت أمام هذه المباراة، عشان كده بدأ اهتمام الإسرائيليين بالكرة المصرية، هيشوفوا إيه اللي هيحصل في المجتمع. وأنور السادات وكل مسؤولي الدولة أعتقد أن هم فهموا هذه الرسالة فحبوا يغزوا إسرائيل بما تريد أن تعرفوا إسرائيل، أن إحنا خلاص إحنا تعلمنا الدرس، مش في الحرب، إحنا بتوع كورة، وده اللي حصل لغاية يوم 6 أكتوبر. هل عندنا أي مؤشرات أن إسرائيل في ذلك الوقت أو في أي من الأوقات منذ يعني 1948 وحتى اليوم تتابع الكرة المصرية؟ هل في شواهد جالية أو حضرتك على مدار العقود اللي عملت فيها في الكتابة والتحليل الرياضي احتككت بمثل هذا المشهد؟ أنت لما تقرأ الكتب الرياضية الإسرائيلية وتقرأ الصحفيين الإسرائيليين هتلاقي مواقف كثيرة بيتعرضوا ليها استناداً إلى الكرة المصرية. لكن إذا أراد السادات خداع إسرائيل فكيف هي إسرائيل وكيف يمكن خداعها؟ منذ حرب يونيو حزيران 67 وإسرائيل غارقة في نشوة النصر، موشي ديان بدا كرجل لا يقهر، يسخر من أحاديث الحرب، يسفه من احتمالات التحرك المصري، يتحدث بثقة مطلقة أنه لا حرب قبل 10 سنوات من الآن، هذا إن اندلعت أصلاً. الجميع في سكرة، وكثير من الحاخامات يقولون إن الرب ابتسم لإسرائيل وأن نصرها على العرب إلهي محض. حالة الاسترخاء والغطرسة الإسرائيلية ما بعد 67 الناجمة عن فكرة إن إسرائيل استطاعت أن تهزم عدة جيوش عربية مجتمعة زادت عن الحد، حتى تحول ضباط الجيش الإسرائيلي إلى نجوم مجتمع يدعون إلى الحفلات وإلى المآدب، ولا تخلو صحيفة يومية من حوارات معهم حول بطولتهم في حرب 67 وما شابه. أعتقد أن المسؤولين في مصر في هذه المرحلة قدروا أن هم يستفيدوا من هذا الواقع في خداع العدو الإسرائيلي وفي النفخ في صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر لكي يكون عنصر المفاجأة هو العنصر الحاسم في حرب أكتوبر كما رأى العالم أجمع. في العام 71 ظهر مصطلح الحسم على لسان الرئيس المصري لكنه لم يحسم شيئا، وسمى العام 72 عام الحسم لكنه أيضا لم يحسم شيئا. فلماذا قد يحسم في العام 73؟ لماذا قد يفعلها وقد طرد الخبراء السوفييت وساءت علاقته بموسكو المزود الرئيس بالسلاح والمشورة الفنية؟ لماذا قد يقدم على المعركة وهو يعاني نقصا فادحا في السلاح الضروري لمجابهة إسرائيل؟ هكذا كرس السادات أنه سيتحدث عن الحسم ولن يحسم. في مذكراته يحكي عبد القادر حاتم وزير الإعلام في حكومة الحرب أن بيان المثقفين الشهير الذي كتبه الأديب توفيق الحكيم آذى النظام سياسياً بتصعيد الغضب الشعبي، لكنه من ناحية أخرى كان ناجعاً على مستوى الإمعان في الإيهام بأن مصر مرتبكة والسادات موكول مع شعبه وأن هذه دولة لن تحارب. وهكذا
انطبع لدى جولدا مائير أن السادات ليس جاداً وأن كل ما يفعله مجرد ألاعيب سياسية. الرئيس السادات حسن شهادة رئيس المخابرات الإسرائيلية قدم نفسه باعتباره لن يحارب عن طريق مجموعة من الإجراءات الخداعية والمعلومات الزائفة اللي سربها للعدو الإسرائيلي. أهم هذه الخطوات إن السادات كان كثيراً ما يعلن إنه على وشك الحرب. من عام 1971 أعلن السادات أنه عام الحسم، ومر عام 71 دون أن يكون هناك أي حسم، وتحمل السادات ضريبة ذلك. لكنه فيما يبدو أن ده كان جزء من خطة الخداع المصرية. تحذيرات كتير جدا جدا بالحرب سنة 72، تسريب معلومات عن موعد حرب محتمل. الحقيقة أن هذه السياسة أرهقت الجيش الإسرائيلي وأرهقت المجتمع الإسرائيلي. خبر زي طرد الخبراء السوفيت سنة 72 ضمن منظومة أخبار بتصدر عن مصر، بيان المثقفين اللي بيطالب بإنهاء حالة لا سلم ولا حرب، شعور الناس بأن ما فيش نية للحرب، مظاهرات الطلبة، العناية بأخبار الدوري وكرة القدم والترفيه، تكريس هذه الحالة في المجال العام واستغلال الإعلام لبسط شعور جمعي عند الناس أن مصر مش هتحارب. كيف التقطت إسرائيل الطعم؟ الملمح الأول اللي أنا متصور أنه الرئيس السادات هندسه وفكر فيه فيما يتعلق بخطة الدفاع الاستراتيجي ولم يشرك فيه أحداً. الملمح الثاني هو استخدام اليسار المصري، ودي حاجة نادراً ما يشار إليها. اليسار المصري في تلك الفترة كان يؤكد باستمرار أنه الإدارة المصرية التي يقودها الرئيس السادات هي إدارة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرار الحرب، وكان بيفصل بين الإدارة دي وبين الجيش المصري. هذا حقن به مش بس اليسار، لكن اليسار قاد عملية الحقن، حقن المثقفين المصريين، حقن به الطلبة المصريين الذين خرجوا في مظاهرات يسبون الإدارة المصرية ويطالبون بحرب عاجلة، لأن ده يحقق هدفه الأساسي، هدفه الأساسي الذي يؤكد لمن يقرأ المشهد خارج الحدود بأنه هذا رجل شعبه يحث على الحرب لكنه لا يحارب لأنه أضعف من أن يحارب. أحد الأشخاص من الخبراء العسكريين اللي استدعتهم لجنة أجرانات يعقوب حسادي قال أنه من ضمن الحاجات اللي أشارت إليها اللجنة أنه مقولة مشيديان أن الشعب العربي لن يتغير على مدار عقود ولن يتغير لمدة 100 عام أخرى، على أساس أنه لن يحارب لن يتغير، هو ينظر إلى العقلية العربية أو العقلية المصرية باستهانة، وهذا ما كان يمرره إلى الجنود الإسرائيليين. خبراء اللغة العبرية وأدبها بيقدموا صورة دقيقة لصانع القرار المصري وبيقولوا تزكيتهم لكيف نصمم رسالة بهندسة عكسية إذا قرأتها إسرائيل أو إذا وصلت إلى إسرائيل لا تستنتج منها سوى أن مصر لن تحارب. تقديم مصر باعتبارها غير قادرة وهمياً على الدفاع عن أراضيها واسترداد أراضيها المحتلة، استطعنا من خلال تصميم رسالة عكسية بهذا الشكل إيهام الإسرائيليين بأن الحرب لن تقع، لدرجة أن موشي ديان في يوليو 73 بيصرح لمراسل العسكري للتايم أن الجبهة ستظل هادئة لمدة 10 سنوات وأن مصر لن تدخل الحرب أبداً. إذا كان الرئيس السادات والقيادة المصرية تريد تصميم رسالة خداع للتعمية أو الإخفاء نيتها عن الحرب، فكيف تصمم رسالة على مقاس جولدا مائير وموشي ديان وديفيد بن العازر وتسيفي زمير وإلي زعيرة؟ كيف تخدع هؤلاء جميعا وتكرس لديهم أنها لن تحارب؟ أتذكر وزير الصحة الإسرائيلي فيكتور شيمتوف في حكومة الحرب بتاعة 73 يقول أنا كنت جالس ودخل موشي ديان يعرض تقريره ويقول لا يبد أبدا أن نتخذ كل معلومة استخباراتية ونقوم ونستدعي الاحتياط كل أسبوع، هذا ينهك الاقتصاد ويشله، لابد أن نظهر برودة تجاه هذه المعلومات الاستخباراتية. وقال شيمتوف اللي هو فيكتور وزير الصحة أكمل قائلا أنهم توصلوا في هذه الجلسة جلسة الحكومة إلى ما يسمى بالمفهوم كونسبت. كلما زادت الإشارات بأن هناك حرب لن تقوم الحرب،
فكان القرار صعب جدا، يعني المعلومة أمامهم لكن لا يرونها. في الواقع كان هناك قبل حرب أكتوبر صراع أجنحة ما بين المخابرات العامة الموساد برئاسة اللواء متقاعد سيفي زمير والمخابرات الحربية برئاسة اللواء إلي زعيرة. استطاع إلي زعيرة أن ينتزع هذه المكانة بعد فشل الموساد أكثر من مرة في توجيه إنذارات بالحرب لم تقع. الموساد أبلغ بالحرب سنة 71 وأبلغ باحتمالية وقوع حرب 3 مرات سنة 72 وأبلغ بالحرب في إبريل 73 ومايو 73 بناء على مصادر رفيعة المستوى لديه تعمل على الجانب المصري. إذن خطة الخداع الاستراتيجية المصرية حرقت صورة الموساد وحرقت مصداقيته لدى صانع القرار الإسرائيلي، فحتى لو جاء في حرب فرص تصديقه قلت جدا جدا جدا. بالضبط. أهم نجاح للخطة أن إسرائيل بناء على هذه المعلومات الزائفة عملت تعبئة للاحتياط مرتين على الأقل، هاتين المرتين أسفرت عن شلل عام للاقتصاد الإسرائيلي وخسائر مليونية. فكان في نفس الوقت تقدير الموقف من المخابرات العسكرية الإسرائيلية لم تقع حرب بناء على المقياس، بناء على مفهوم وضعته المخابرات الإسرائيلية اسمه بالعبري هكونسبتيا، مفهوم بمعنى الرؤية. فاكتسب رئيس المخابرات العسكرية مصداقية كبيرة لدى القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وأصبح رأيه مصدق أكثر من جهاز الموساد. تتقارب الشهور الحاسمة قبل أكتوبر من العام 73، يجري الجيش المصري مناورة إبريل مايو. تتجهز إسرائيل لاحتمال الحرب، ومعلومات الموساد تشير إلى خطورة الوضع. تستدعي إسرائيل الاحتياط، ترتبك، ثم يتضح أنه مجرد تدريب. يهتز الاقتصاد الإسرائيلي ويغضب قادة إسرائيل، ويزداد اقتناعهم بأن المناورة لغرض الاستهلاك المحلي وأن السادات ليس جادا أبدا. وهكذا تنحي مصر قائد الموساد جانبا في نظر قياداته، يحترق على طاولة الحرب. الآن جاء الدور لإلحاق إلي زعيرة بتسيفي زمير. الحرب تمت أثناء ما يسميه الإسرائيليين مناورات الخريف. حصلت أول مرة مناورة في أبريل 73، أبريل مايو، وده طبعا عملت لهم إرباك كتير جدا إن دي مش في الخريف، ورفعوا درجة استعدادهم للقتال 24 إراطة. لما جه حصل بقى مناورة الخريف بتاعت كل سنة كانت الأمور عندهم أهدى. المناورة كان تاريخها من 28 أو 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، يعني المناورة هتخلص بعد الحرب فيه. أهم نقطة بقى إن مصر عبر كل هذه المناورات اتبعت أسلوب حسب إلي زعيرة أسلوب السوفيت في العمليات العسكرية، مناورة عسكرية يتم تطويرها إلى حرب شاملة. إلي زعيرة كوجهة نظر إسرائيلية بيقول لنا إزاي اتخدعوا. واحد، لأن السلاح المصري لم يكن ليكتمل، لم يكن القوات الجوية اكتملت بالشكل الذي يمكنها من حرب إسرائيل، ولم تكن الصواريخ بالكامل في حوزة مصر. نقطة تانية، إن المناورة 41 تحرير 41 اللي تطورت عنها حرب أكتوبر عبر استبدال الخطط بالخطة بدر للعبور، المناورة كان معلن عنها في الصحف المصرية، وهم اعتبروا ان الاعلان عن المناورة في الصحف المصرية وتوقيتها اللي هو الخريف من كل عام هو ده توقيت متكرر الجيش المصري بيعمل فيه مناورات. نقطة تانية اللي انطلت من خلالها الخدعة على الجيش الإسرائيلي، ان وصل معلومات استخبارية رفعة المستوى ان الجيش المصري استدعى 120 ألف جندي احتياط للمشاركة في المناورة، وأعلن في مصادر علنية مكشوفة أنه هيسرح هؤلاء الجنود بعد انتهاء المناورة يوم 4 أكتوبر. وبالفعل وصل لإسرائيل في هذا التوقيت صور لعودة الجنود إلى منازلهم يوم 4 أكتوبر واحتفال أهلهم بعودتهم من الجبهة اللي كانوا موجودين فيها في الصحافة المصرية وفي الإعلام المصري اللي كانوا موجودين فيها من ساعة 67. كيف تعاملت الآلة العسكرية التحليلية والاستخباراتية داخل إسرائيل؟ بيروي أحد الأشخاص الذين كانوا يعملوا في أمان شعبة الاستخبارات العامة الإسرائيلية اسمه آفي العيزر يعري، يقول أنه كان اجتماعاً مصغراً هو ومديره أريشاليف ودادو العزار اللي هو رئيس الأركان،
وعرض أمامه المعلومات التي لديه بأن مصر ستقوم بالحرب وأنها ليست مناورات. فسألوا بنسبة كم بالمئة وستحارب مصر؟ رد العازر يعري 10%. قال له 10% بالنسبة لك يمكن أن تكون ضئيلة، ولكن بالنسبة لي هذه كبيرة جدا وأعتبرها 30%، وإذا كان وصلت ل 30% فلابد أن أتعامل. وبالفعل تم استدعاء الاحتياط. يقول حينما جاءت المعلومة المؤكدة بأن مصر ستقوم بالحرب، قالها وبخه مديره قبل أكتوبر بأيام، قال له وبخه لماذا أنت تقول هذه المعلومات؟ لأنها يمكن أن تكون كسابقيها. وبعيداً عن أعين زعيرة الذي يرفع تقاريره لرئيس الأركان دافيد بن اليعازر، خلق الجيش المصري بيئة حرب مشابهة لتلك التي يتجهز لخوضها كي يتدرب الجنود عليها. وفي واحدة من القرى البعيدة المخبوءة بعيداً عن أعين العدو، وفي الخطبة الواقعة في محافظة البحيرة آنذاك، وعند الرياح البحيري، تجري القوات تدريبات شاقة مماثلة لتدريبات عبور قناة السويس، وتتجهز بثبات للمعركة. ازيك يا حاج كمال؟ اهلا بك يا فندم. عرفنا بحضرتك. كمال مظال، عمدة الخطب. يا حاج كمال، كل قرية في مصر بيبقى عندها قصص متوارثة وحكايات متوارثة ما بتنساهاش، بتقعد تحكيها جيل ورا جيل. تمام. والخطبة كانت جزء من الحرب، جزء من التدريب على العبور في 73. اتفضل. مين الأبطال أو إيه القصص المتوارثة عندكم والمتداولة لحد النهاردة عن حرب أكتوبر؟ هو الخطبة من يعني من حسن حظها من قبل الحرب اني اتربى فيها جماعة عبد الناصر. تمام. نمرة اتنين، في شهادات الحرب 73 بعد النكسة كان عندنا هنا هو عبور تدريب للعبور للقناة السويس. تدريب لحظة الضربات عندي طبعا جمعتهم هنا في الدوار عشان برضه هم يشرفوكم، ومعايا الاستاذ علي عطية هيبة ده كان سلاح المهندسين، ومعايا الحاج سليمان جارة كان قوات صعقة، ومع الأخ إبراهيم حمزة كان من قوات الإمداد بالتموين. يا حاج علي، إزاي كنت وكان المجند المصري في ذلك الوقت، وإحنا بنحكي عن قصة الخطبة وتقاطعها مع الحرب، إزاي كانت الخطبة جزء من خطة الخداع الاستراتيجي المصرية؟ هي الخطبة وضعها في الطبيعة بتشبه منطقة القناة بالضبط، يعني القناة في ساتر ترابع الغرب، فإحنا علشان نعبر القناة عملية مشكلة صعبة جدا، وصفوها بعض الخبراء إن دي لا يمكن عبور القناة إلا بفتح الساتر الترابي وتستخدم فيه قنابل ذرية. إحنا ما كناش نتصور هذا من كثر استدعائنا كل شوية في تدريب، كل شوية في تدريب. لا طب المرة دي ما احنا شايلين لا شد. وتيرة المناورات دي زادت امتى يا حاج؟ زادت من 72 حتى ما وصلت الى مداها في 73. انتم كجنود في ذلك الوقت وكجزء من الشعب، كان في شعور ان مصر هتعبر او في نيتها خوض الحرب ولا ما كانش فيه خالص؟ لا، هو كانت الرؤية العامة غير واضحة، لان كل ما يتم تجنيده لا يتم تسريحه، فبقى فيه هنا في حركة في داخل اعماق كل واحد مجند عاوز يعبر. عم سليمان، حضرتك بقى حضرت 67 وحرب الاستنزاف، التدريبات اللي كنت بتحضرها في 72 و73 كانت بتدي لك انطباع ان مصر عندها نيه الحرب؟ طبعا. كانت ايه الشواهد اللي قدامك، الامارات اللي بتقول كده؟ الشواهد اللي قدامي هي رفع الروح المعنويه للعسكريين، ومن هنا كان كل واحد بيتمنى ان يخش الحرب. وفعلا واحنا في بورسعيد رحنا راس العيش وحاربنا
واتبهدلوا بالعربي بهدلة ما بعدها بهدلة. وبعد كده ما عادش منهم حد موجود، وخدنا بعضنا واتنقلنا دخلنا بورسعيد تاني، قعدنا يا دوب أسبوع ونزلوا بينا على إنشاف عشان يعيدوا فترة التدريب وحاجات زي كده. الخطبة، قرى الخطبة تم اختيارها ليه؟ أول سبب كان رئيسي إن قناة السويس تشبه الرياح البحيري مقبل مبحر، بالإضافة للعرض بتاعها نفس المسافة، بس قناة السويس تزيد يا 2 متر يا 3 متر في الاتساع. منطقة مشابهة بالظبط بالكربون تيبيكال. دلوقتي يا عم إبراهيم، كنت بتشوف من النقطة اللي أنت فيها التدريبات اللي جارية بتاعت الجيش ومناورات التدريب على العبور. كنت بنشوف دبابات برمائية وكباري بتتنصب من العربيات بتنزل تفرد زي العبور بالظبط، ودبابات كانت بتتعدي على المعابر دي على الكباري دي. وهو الهدف كمان من التدريب حاجة مهمة جدا جدا، القيادة العسكرية في التوقيت ده بالذات كانت حاطة توقيت نقاط معين لفرد الكوبري، أكتر من 5 دقايق ممنوع. ليه؟ علشان خاطر الخداع الاستراتيجي ينجح. تدريبات على نصب الكباري كانت في الرياح البحيري هنا. في الرياح البحيري يوميا عربيات كانت تيجي تنزل بظهرها على الميه، اول الكاوتش ما يلمس الميه يروح الكوبري في المفروض اوتوماتيك. بيجي الجنود اللي هم المنزلين العسكريين بيبداوا يجمعوا القطعه دي لحد ما توصل للبر الثاني الشرقي. لو ما عجبوش الشغل يقول له لا، عيد تاني. القائد قائد المناوره عيد تاني، انا عايز 4 دقايق، انا عايز 3 دقايق، وهكذا. الهدف من ده كله كان عايزين يرفعوا الكفاءه القتاليه للجندي المصري على اسلوب العبور جسمانيا وبدنيا ومعنويا. ازيك يا عمود؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ والله نعمه وفضل من ربنا. احكي لنا بقى قصه الحته دي ايه. والله احنا في سنه 71 قمنا بالتدريب من هذا المكان، التدريب على المانع المائي. التحقت بالقوات المسلحه سنه 71 في سلاح ايه؟ كنت سلاح المدرعات، كنت في مركز تدريب والتحقت على وحدات قتاليه كانت تتابع لواء مدرع، واجتزنا هذا المانع بنجاح. وكان التدريب شاق وعنيف. خلصنا التدريب من هنا وتوجهنا الى الامام، الى المناطق الاماميه للقتال. بداتوا بالتدريب هنا سنه كام تقريبا؟ سنه 71 72 72 72 73. ليه تم اختيار الرياح البحيري؟ الرياح البحيري هنا في منطقه جبليه، اولا السكه الحديد ثم منطقه جبليه، فكان اثناء العبور في تنسيق بين القوات المسلحه وبين هيئه السكه الحديد علشان القطر ما يعديش اثناء المدرعات ما كانت تعبر هذا القمع، هذا المانع المائي. المنطقه دي محجوبه عن انظار الناس، ما يعرفوهاش، فكان لابد ان التدريب يبقى في الخفا في مكان بعيد عن الانظار، فكان هذا المكان. في هذا الحائل المائي او المانع المائي كنتوا بتتدربوا على ايه بالظبط هنا في النقطه دي؟ كان في حضرتك كوبري فل بيتفرد هنا وبيتربط في بعضه تربيط مظبوط، لان الدبابه دبابه والعربيه عربيه وزن، واخد بال حضرتك؟ وكان طبعا بين كل دبابه ودبابه فتره علشان الكوبري ما ينزلش يعني مسافه. وكنا بنعدي الدبابات ثم العربيات، والافراد المشاه اللي زي حالتنا كانوا بيعدوا في قوارب مطاطيه، كان 7 جنود 8 جنود يرقبوا هذا الجارب المطاط بالاسلحه بتاعتهم بالشده الخفيفه، وكنا بنعدي احنا القناه. اما الكوبري اللي كان بيتنصب هنا فده كان للمعدات الثقيله فقط. وزير الحربيه المشير احمد اسماعيل تولى مسؤوليه الجيش في اكتوبر من العام 72 قبل الحرب بعام بالضبط، متحركا من موقعه رئيسا للمخابرات العامه الى جبهه القتال قائدا للقوات المسلحه. ويبدو أن التفاهم بين الوزير والرئيس كان متزايداً لأقصى مدى، بينما تحاك المعركة ويتجهز مسرحها بهدوء. لابد أن الفريق الشاذلي كان مبتسماً وهو يتخيل بن اليعازر غارقاً في أوهامه عن نقص تدريب الجيش المصري، نقص عتاده وارتباك قياداته، وكان للشاذلي خطة أخرى فيما يتعلق بترتيب العدة والعتاد وتوفير اللوجستيات التي تحتاجها المعركة.
الطريقه اول الشاذلي كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه بصفته وصفه المقر للجامعه العربيه في مصر، كان رئيس الاركان المشتركه للجامعه العربيه. ففعل اتفاقيه الدفاع المشترك وقعدوا قالوا لو الحرب قامت عشان مصر وسوريا يحرروا اراضيهم انتوا هتساعدونا ازاي؟ فاتفقوا ان الجناح العربي الاسيوي العراق الاردن يساعد سوريا، والجناح الافريقي المغرب الجزائر تونس ليبيا يساعد السودان يساعد مصر. وتم هذا الاتفاق وتحدد الوحدات، وراح الفريق الشاذلي زار ليبيا وزار الجزائر وزار المغرب وزار العراق وشاف الوحدات اللي هتيجي واتكلم معاها قبل بدء المعركه بقد ايه؟ قبل الحرب بشهر. شهر. حتى الملك محمد الخامس رحمه الله بعد الحرب بيعتب مع الفريق الشاذلي، قال له انت كنت عندنا فاعتذر له جلاله الملك، ما كنتش اقدر اقول مش عشان حاجه، لو قلت لحضرتك وانت عارف احنا هنحارب يوم 6 هتحرك قواتك 28 سبتمبر مثلا، يبقى ما بقاش في مفاجاه استراتيجيه. مصر للطيران لما وزير الطيران استشعر قبل الحرب بيوم حاجه، فقال هيبقى المطار هدف وهو جنبه مطار شرق القاهره العسكري، ففكر ينقل بعض الطيران، فنقل بعض الطيارات لمطارات اخرى. كلموه رجع الطيران. رجع جزء من الطيارات وجزء ما رجعش. النقطه الثانيه، انت بتيجي قبل الحرب بمده بتعلن المنطقه بتاعتك دي اللي بيمروا بيها الروتس الجوي منطقه حرب، اللي هي فوق مصر وفوق المياه الاقليميه المصريه. وبتعلنها قبل الحرب بوقت يسمح، انا جاي مثلا من اوروبا. ما تقوليش وانا فوق اسكندريه ان انا في حاله حرب. شعلات حقول البترول في خليج السويس والحقل شغال الشعلة منورة. كان من ضمن مطالب وزارة البترول لو في حرب قولوا لنا عشان نطفي الشعلات دي عشان ما يحصلش اشتعال لأي حاجة أو هو ما يقدرش ينشن على المكان. ففضلت الشعلات دي قائمة إلى قبل الحرب بساعتين. كان عندنا دعوة جاينا من رومانيا، وزير الدفاع الروماني عاوز يزور مصر لأن رومانيا وشوشيسكو كان قائم بدور الوساطة بين الطرفين. فوزير الدفاع لما طلب يجي قلنا له أهلا وسهلا. فهو قال هل يناسبكم يوم 8 اكتوبر؟ قلنا له اه يناسبكم. بعد الحرب ثلاث ايام برضه او بعد الحرب بيومين. ده كان من ضمن الخطه. يوم الحرب لما ابتدت يوم 6 اتصلنا بيه وقلنا له بنعتذر عن كذا لان الحسابات اختلفت. لكن ده يعني لان شاوشيسكو على اتصال بالاسرائيليين بالولايات المتحده وقال ان مصر قبلت دعوته يوم 8. معنى ذلك ان مصر لديها نيه استخدام الوساطه. بالظبط كده. برضه على مستوى الدوله تم التنسيق مع الجمهورية اليمنية على إغلاق باب المندب، ودي نقطة كبيرة جدا ما كانتش في حسابات أي حد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا أي حد، أن تغلق الملاحة الإسرائيلية من وإلى إسرائيل من أقصى جنوب البحر الأحمر من باب المندب. تم التنسيق مع الجمهورية اليمنية وإن إيه، طب إحنا هنجي لكم إزاي؟ من خطة الخداع المدمرات اللي رايحة تحت ستار هتعمل عمرة في باكستان. أبحرت قبل الحرب بخمس ست أيام المدمرات المصرية اللي عملت إن هي نفسها اللي هتغلق باب المندب، عملت إنها في طريقها إلى باكستان واللاسلكي مفتوح فإسرائيل تلتقط الإشارة ووقفوا باكستان ووقفوا بور السودان زيارة ودية لمدة كذا ساعة، وبعدين أبحروا إلى اليمن. لما وصل باب المندب خلاص يعني عطل بجد بقى، مش هيتحرك يعني، وفضل موجود هنا معاه المظروف ما فتحوش غير يوم 6 اكتوبر الصبح. معذره خليه بس استوضح ده، يعني اللي خرجوا لهذه المهمه معاهم مظروف في غرض المهمه السري يفتح يوم 6 الصبح وهما في باب المندب ففتح في باب المندب قال له انت مهمتك وتوجيهك مش الصيانه في باكستان، انت مهمتك تقفل باب المندب على اسرائيل من والى، يعني لحد يعدي كده ولا يعدي كده. مطالعة الصحف المصرية في شهور وأسابيع ما قبل الحرب لا تعكس أننا إزاء بلد يتجهز للحرب بدقة مذهلة في حساب كل خطوة يخطوها. الدور العام منتعش، الحديث ساخن جداً عن مجيء حسن شحاتة لصفوف الزمالك قادماً من الكويت، وعن المدرب الجديد للأهلي مستر هيديبوتي وراتبه الضخم $600. إسرائيل بدأت تلاحظ أنه في اهتمام بالكرة القدم في الإعلام المصري. رؤساء التحرير كان عندهم توجيهات بأنه مساحة كرة القدم تزداد في هذه الصحف، فبدأت الجرائد تتكلم على حاجات كثيرة جدا. في الوضع الحالي الطبيعي ما كانش هتحظى بكل هذا الاهتمام، يعني كانت الجرائد الثلاثة قاعدة تتكلم طول الوقت في الأيام اللي قبل 6 أكتوبر يعني عن المدرب الجديد للأهلي اللي جاي من المجر هيديكوتي وإزاي هياخد $600
كانت قصة طويلة جدا. قصة تانية كان النجم اللي جاي من الكويت حسن شحاتة واللي لعب في الزمالك وهل هيفرق مع الزمالك وهل هو لعيب كويس يعني ولا لعيب مجرد لعيب تاني يعني هينضم النادي الزمالك. وكان في المحلة والفلاحين اللي خدوا الدوري لأول مرة وكان في اتحاد السكندري اللي فاز بالكاس ولسه بيحتفل وشحتة. طب لو حد من بره البلد بيحاول يقرأ أحوال البلد دي هيشوف إيه؟ هيشوف إنه مفيش حرب، ده دي بلد خلاص يعني استكانت واستراحت واستمتعت بالكرة ونسيت مسألة الحرب وسيناء والجيش، ويعني هي خلاص تخلت عن هذا الصراع. إزاي مشيت عملية الماتشات اللي بتتلعب بينما البلد على بعد ساعات من الحرب؟ يوم 5 أكتوبر كان الأسبوع السادس للدوري، فكان فيه 5 مباريات اتلعبوا في القاهرة وفي اسكندرية، والجرايد نزلت يوم 6 أكتوبر بتغطيات كبيرة جدا لهذه الماتشات الخمسة ونتائجها. فالجرايد قدمت هذه الخدمة باستفاضة كبيرة جدا، وكان فاضل ماتشين هيتلعبوا يوم 6 أكتوبر، غزل المحلة والطيران والمصري والإسماعيلي. ولإخلاء بعض المستشفيات استعدادا للمعركة تم اختلاق قصة وهمية مكتملة الأركان عن حريق بمستشفى الحسين الجامعي، بالإضافة لعدة مشافي أخرى اكتشف فيها بغتة عدوى منتشرة. ففي أول سبتمبر تعلن مصر عن انتشار الكوليرا في إيطاليا وضرورة اتخاذ احتياطات في الداخل. في 13 من سبتمبر يتم الإعلان عن اكتشاف وباء خطير في مستشفى الدمرداش الجامعي الذي تبلغ سعته 4000 سرير. بعد هذا الحادث تعلن مصر عن مسح طبي شامل لكل المنشآت العامة والخاصة للوقوف على حالتها الوبائية. وعلى صعيد آخر يتم فتح باب التقديم للعمرة والحج لضباط القوات المسلحة. الحفلات الموسيقية منتعشة مع نهاية الصيف وبدايات الخريف. شهر رمضان يزحف بصيامه وهدوئه ونبدأ أكتوبر. وزير الخارجية المصري محمد حسن الزيات يلتقي نظيره الأمريكي في نيويورك يوم 5 أكتوبر، ووزير الدفاع المصري المشير أحمد إسماعيل يتجهز للقاء نظيره الروماني يوم 8 أكتوبر، وقائد القوات الجوية اللواء طيار آنذاك حسني مبارك يتجهز للسفر إلى ليبيا يوم 5 أكتوبر. كل هذا خداع في خداع. بربك هل هذا بلد على وشك الحرب؟ بعت أنت مجموعة كبيرة من الضباط الجيش بجوازات سفر وزارة الزراعة ووزارة الري، اشتروا طلمبات مياه من ألمانيا ومن إنجلترا، لأن أنت كنت اتفقت أن النقطة اللي هفتح الساتر الترابي عاوز 5 مضخات، فكانت تحت ستار التوسع الجغرافي في الرقعة الزراعية والأبار الجوفية واللي واللي واللي. اللي نفذ العملية دي كان ضباط من شباب القوات المسلحة راحوا في هيئة مهندسين زراعيين. مهندسين زراعيين ومهندسين وزارة الري. راحوا لأوروبا. راحوا لأوروبا. ألمانيا وإنجلترا. ألمانيا وإنجلترا، وجابوا 400 طلمبة. لعب كرة القدم على الجبهة ما بين الضباط والجنود قبل بدء الحرب بساعات قليلة. إزاي نحلل ونفهم المشهد ده برضه؟ التقيت بالراحل المشير الجمصي أكثر من مرة وقعدنا سوا كتير جدا في نادي هليبرس أعداد طويلة، واتكلمنا عن الحرب واتكلمنا عن الرياضة، وهو اللي طلب تنظيم مباريات يوم 6 أكتوبر الظهر بين ضباط وعساكر، وكان الحرص على انها تتلعب في مساحات فضاء مواجهه للقناه والخط بالليل بحيث انها ترى بوضوح. يعني كان قال لي مشير الجمصي قال لي احنا ما كناش عايزين اسرائيل تبذل اي جهد انها تعرف وتشوف الماتشات دي، فاحنا كنا بنساعدها ان احنا نلعب على شط القناه العربيه. وفي صبيحة 6 أكتوبر لا تجد جولدا مائير أحدا من وزرائها لتجتمع به، فقد ذهبوا جميعا في أجازة عيد الغفران. ليس معها سوى ديان وإلعازر وزعيرة. تحاول جولدا مائير لملمة حكومتها، لكنها لا تجد سوى وزير الإعلام إسرائيل جليلي، وبعد ذلك ينضم الوزير يجال ألون نائب رئيس الوزراء. ورغم صعوبة الظرف ما زال زعيرة يستبعد الحرب.
دهمتهم صافرات الإنذار داخل مبنى الحكومة. المصريون هجموا. يوم الغفران في العقيدة الدينية اليهودية هو يوم صيام ويوم عيد ينقطع فيه اليهودي عن أي عمل بالمرة. يتوقف بس التلفزيون الإسرائيلي طيلة 24 ساعة، يتوقف بس الإذاعة الإسرائيلية كذلك في هذا اليوم. فبالتالي عملية الاستدعاء كانت صعبة. أهم نقطة كمان بيذكرها قادة إسرائيليين في مذكراتهم إن كان في عدد من الجنود خدوا الأجازة وراحوا فنادق لقضاء أجازة العيد، وكان من الصعب استدعائهم. في نفس الوقت القادة دول بيأكدوا على نقطة مهمة جدا في كتاب حمحدال أو التقصير باللغة العبرية عن حرب أكتوبر، واعتبرها هزيمة كبيرة. بيأكد إن القوام الرئيسي للجيش الإسرائيلي هو جنود الاحتياط. مصر كانت تعلم في 73 أن الجنود النظاميين في خط برديف على طول القناة أعدادهم ليست بالكبيرة، ومن الممكن احتلال خط برديف وتحريره من أيديهم بمجهودات كبيرة وبخسائر بسيطة أو قليلة، لكن هذا أمر ممكن. أول إمداد إسرائيلي هيجي هيكون بعد 48 ساعة. يوم 6 أكتوبر كان بدأت CIA والموساد يدركوا أنه ممكن تكون في تحركات عسكرية مصرية. قالوا لهم يحاربوا ايه ويعبروا ايه، وده احنا شايفين المصريين ضباط وعساكر عاملين ملاعب كورة وعاملين يلعبوا قدامنا دلوقتي. وهو الكلام ده كان قبل طلعت الطيران المصري مثلا بحوالي ساعة. هل كانت اسرائيل صبيحة 6 أكتوبر في هذه الحالة التامة من الاسترخاء لدرجة ان مجلس الوزراء مش عارف ينعقد لبحث مسألة الحرب؟ احد الوزراء يتحدث انهم كانوا جالسون في قاعة في الاجتماع اللي بدأ من الساعة 12، يبدو عبل ما اجتمعوا كانت تجاوزت الواحدة او ما الى ذلك، لان في الاجتماع ده وصل الى مشيديان في الجلسة ورقة تقول ان مصر بدأت الهجوم. يروي احد الجالسين في هذه الجلسة ان جولدا مائير اجتمعت بهم وتقول مصر على وشك ان تشن هجوم اليوم الساعة 6 مساء. يقول لم يحرك احدا من الجلوس ساكنا، صمت رهيب، لا لم يتحرك أي شيء سوى دخان سيجارة جولدا مائير. في الأيام التالية ستنتهي منادات دافيد بن اليعازة الرئيس الأركان في الاجتماعات الرسمية باسم التدليل دادو، بل سيتحول اسمه منطوقا بعصبية دافيد، وسيتحول رئيس الموساد من اسم التدليل تسيفيكا إلى اسمه الأصلي الذي سينطق بجفاف وجفاء في حوارات محتدة تسيفي. بل ووقف حايم بارليف رئيس الأركان الأسبق في مؤتمر صحفي ليسأله الحاضرون عن خط بارليف، ليقول لهم خط بارليف هذا من اختراع الصحافة، ليتنصل بارليف من الخط الدفاعي الذي وصل به لذرى المجد بعدما صار أضحوكة هو والخط على أيدي المصريين. وستقف جولدا مائير أمام لجنة تحقيقات سرية مغلقة في مقتبل العام 1974 أمام القاضي شمعون أجرانات لتقول كنا معتدين طوال الوقت أن السادات رجل غير جاد. ستضيف جولدا مائير بأسى واعتذار في الغرفة المغلقة بحق الرئيس المصري، الآن تقريبا يمكننا طلب العفو منه. لجنة أجرانات بعد انتهائها طلع العنوان المنشط العريض على معظم الصحف الإسرائيلية، همحدال التقصير والفشل، كلمة تعني الفشل. شفنا معركة على الهواء مباشرة في مناظرة ما بين رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية ورئيس الموساد. رئيس الموساد يتهم رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية بالتقصير وأنه سبب الهزيمة، ورئيس المخابرات الحربية يتهم رئيس الموساد أنه كان يحضر معلومات تسببت في إرباك إسرائيل. هذه المعركة المستمرة إن دلت على شيء تدل على نجاح خطة الخداع المصرية. وتسنزور של הידיעות ומשחרר ידיעות שהן תואמות את החשיבה, אתה יודע מה, החולנית שלו. ועד אשר הגיע זמן המלחמה, ואז הוא דפק אותנו לגמרי. אתה שואל אותי, אני לא אומר את זה בשום מקום, אנשים מאוסים.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.